بينضم معنا محمود الحموي احد خريجي مشروع اندماج اسطنبول ومعنا بالاستوديو. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. صباح النور. كنا متهمينك اتهام خطير انه عم تقول الله اكبر شو في الحلويات التركيه اطيب. هو كان القصد فروق بين طبعا. هلا انت خريج قسم الطبخ خلينا نقول طبخ والحلويات. طيب وصرحت حسب ما فهمنا بالتقرير انه شفت في فرق كثير كبير بين المطبخ التركي والسوري. هلا الفرق كمواد كطبخ اما كنكهه لا طبعا التوب يعني للعرب. اما الفرق بالمواد بالتحضير هذا الفرق اللي بيناتنا. يعني استفدنا اللي فيه انه نحن مثلا العرب نحن مثلا الكيك بيفرق بالشوكولا بالكريمه. نحن الكريمه بنساويها كريمه الزبده بالسكر، هن بيساووها بالطحين وبالحليب بحطوا لنا نشا، هن بكتروا كريمه بالكيك، نحن لا وسط يعني او اقل يعني تمام من وسط منوازن. ايوه احيانا بيكون حتى بس كزينه يعني اغلب أيوة. الاوقات نحن ما بنحط حتى لا نحن بنقلل زينه كمان يعني حتى الشوكولا نحن بنقللها طبقه، هن بكتروا كناج يعني بكتروا شوكولا. هذا الفرق اللي استفدنا فيه. طب كان بمجال الحلو بس ولا لا في طبخ؟ قديش كانت مده الدوره؟ هلا هي الدوره قصيره يعني مده شهرين وشوي يعني شهرين ونص او اكثر من نص بشوي 20 يوم. يعني هلا انا كم بشتغل بالمجال يعني اندمجت بالمشروع اندمجت بالاندماج اسرع من غيري يعني اللي ما بيعرف الطبخ او الحلويات. يعني ممكن اساسا حتى اذا بده يشتغل بالموضوع العملي يمكن بمطعم او باي محل حلويات يمكن تاخذ معه وقت اكثر. يعني الدوره يمكن اعطتك شغلات مكثفه بوقت اقصر. طبعا هلا انا اخذت شغلات زياده اللي هي قلت لك اياها انه الطبخ التركي او بالحلويات. اما انا هلا لو مثلا لو ما كنت بهالدوره او ما كنت بمجال الحلو او الطبخ يعني كانت صعبه شوي علي انك تشتغل يمكن مع اتراك. ايوه. طيب محمود كيف عرفت بموضوع الدوره؟ مين كانوا المشرفين عليكم؟ كم شخص انتم كنتوا من السوريين؟ نحكي اكثر عن هاي التفاصيل مشان اذا في حدا عن جد انه حابب انه يشترك بالايام الجايه يكون عنده شوي هاي المعلومات. تمام. هلا انا عن طريق الصدفه يعني عن طريق الاستاذه هنا بتعرف يعني حماتي عم تقول لها انه في دوره وما دوره، عم سجلت وقتها على الرابط انا بالصدفه بعثوا لي انه تمت القبول وفي دوره اندماج انه طبخ وحلويات وشهاده من الجامعه يعني وغرفه التجاره. استغربت حملت حالي ورحت سجلت شفت بالرابط شو البيانات اللي بتحطها؟ في شروط معينه يمكن لا الكم ليك انت في حاطين عده مجالات في خياطه في برمجه في طبخ في حلويات انت اللي بتختاريها. انا اخترت مجالي يعني بلشنا المطبخ رائع جدا كان متكلفين عليه يعني الا ما يطلع شويه ترتوش يعني كان في الشيف او اكثر من شيف كانوا موجودين. هلا كان في عندنا نحن كم شخص بتكونوا؟ اثنين شيف. هلا يعني نحن تقريبا كنا شيء 22 شخص. اها عدد كبير. اها وانقسمتوا لقسمين مثلا؟ لقسمين. هلا 10 15 واحد او 10 في دوره 10 في دوره 15 عشان يستوعب الجميع انه يعني في فرن في عجين في تقطيع خضار في تقطيع فواكه. هذا هن مقسمين لكل شخص مجلى مطبخ غاز وعده له يعني حلو حتى السكاكين له. طب شو الجنسيات اللي كانت موجوده كمان محمود معكم؟ هلا الاكثريه كنا سوريين بس في يعني من البلاد العربيه في اتراك كان معنا. طب كان في مثلا تفاصيل حسيت انه لا كانت ملفته للفريق التركي او خلينا نقول للمدربين انه لا هذا التفصيل حلو خلينا نستشيرك بهي القصه، شو كيف بتعملوها لهي الطريقه ولا لا كنت عم تتعلم بس مقارنة المطبخ التركي؟ لا هلا انا كان في شيف اسمه شيف سيلين صرت اعطيها وتعطيني. حلو صار في يعني تبادل يعني مثلا مثلا تشيز كيك هي معروف مثلا انه للاوروبيين بس نحن كسوريين وشوام في عندنا طرق كثير حلوه يعني انا اعطيتها هالطريقه حلوه انه ذوقي شغلنا. هي هن بيستغربوا بفكر يعني الاكثريه من الاتراك بيلاقوا اكلنا انه بهارات كثيره او من ندموا شغلات اخذين فكره أيوة. انه كمان بنحط حد بيكون اكلنا أيوة. على حد أي. بسنا نفرجيها انا والبنات الصبايا اللي كانوا معنا والشباب انه لا نحن مو هيك اكلنا، نحن هيك بنشتغل، نحن هيك كذا هيك،
صارت تاخذ فكره لحد الان بتواصل معها وبتتواصل معي انه كيف الاكل السوري كيف كذا هي انا شفت الاكله بيعملوا دمج. اخر الدوره محمود كان في انه مثل اختبار معين بتطبخوا طبخه او بتقدموا حلويات على اساسها بتاخذوا الشهاده طبعا. في ناس مثلا ما قدرت انك تكتفي بهي الدوره تاجلت لدوره جايه او رح تنضم بالدوره الجايه هلا بهالموضوع بعطلة الشخص يمكن ايوه هلا نحن عملنا دوره اخر شيء اختبارات وتقريبا الكل يعني نجح لانه هي مو قلت لك اياها مو هالدوره المكثفه جدا جدا يعني هي عباره عن مثلا حطوا الاختصاص الكيكشي والطبخ حطوه لحاله واعطوهم يعني بدك تقولي من 40 او 50% خبره كمجال الطبخ حلويات ونحن طالبين منهم انه دوره ثانيه يعني هلا في شباب وصبايا عم يطلبوا انه دوره ثانيه ليقووا حالهم اكثر او يصير في اكثر من اللي اخذته اساسا انتم يمكن اغلب الشباب عندكم خبره بالموضوع يعني شغالين يمكن بمطاعم طبعا هلا كان معي في شيء عنده مطاعم في شيء عنده محلات حلويات كانوا موجودين او كخبره هلا في معي شاب كان عنده محل بباشاك شهير ما شاء الله شايف هو قال لي بس فت بهالمجال انا لاتعلم مثلا الشاورما التركيه يقدر يقدم مثلا ايوه شيء انه اذا فات لعندي الزبون التركي انا اقدر طعميه فرجيه انه انا عندك ببلدك وعم بشتغل هذا وعم بشتغل كنتوا تتواصلوا مع الشباب اللي بالاقسام الثانيه دورات الخياطه او ما شابه تعطينا فكره عنهم كيف كان طبعا قليل تفاعلهم. بس تفاعلهم ما كنتوا تلتقوا كثير ما التقى لانه الدوام او الاوقات غير اوقاتهم هلا نحن المطبخ كنا تحت الخياطه فوق هدول كنا اكثر شيء نتواصل معهم البرمجه بغير مكان انه حواسيب وما حواسيب والقصص اكثر شيء الخياطه اللي كنا نتواصل معهم وكانوا مجتهدين تبعات الخياطه يعني. يعني كان في عليهم شغل كثير يعني طيب عندك فكره مثلا هاي الدوره التدريبيه كل امتى بتكون موجوده متاحه ولا الرابط موجود ودائما المركز عم بيستقبل الاشخاص حابه تتعلم هلا المركز سالناه نحن عم يحاولوا يتواصلوا مع انقره انه يفتحوا دورات جديده لسه ما اجى الرد بس هلا عم يعملوا هلا انا فايت فيهم معهم دوره تركي لغه تركي مستويات الاي جميع المستويات عاملينها روابط امرا وبتسجل عليها ومجانا ثلاث ايام او اربع ايام بالاسبوع مستوى فعلا الاول مبادره كثير مميزه انه لغه ولا مهنه ولا أيوة. حرفه حتى في حرفه عندهم في مثلا بيشتغلوا لوحات حتى اشتغلوا لوحات دوره لوحات يعني في صبايا اشتغلوا عدة لوحات بماء الدهب وباعوها بمنظمة إمرا وتبرعوا بحقها يعني حلو حلو كثير حابب تضيف شيء محمود بالنهاية تشجع الشباب انهم يقدموا على هاي الخطوة يسجلوا قد ايه ممكن انها تفيدهم هلا انا بشجع على هذا الشيء انه بيصير ثقافة بيناتنا يعني بيننا وبينه يعني هو اخر فترة عم يصير كثير مشاكل بيننا وبين الاتراك هاي القصص يعني بتكسر يمكن شوي بقى هي شوي يعني بصير انه مثلا واحد جاره وجارته وكذا انه والله انا تعلمت شغلكم انا عم اندمج فيكم بالحكي ولا بالعادات ولا بالتقاليد هي بتخفف شوي يعني انه بيعمل نوع من الود نوع من التعارف دي. بشكل قريب ونحن هيك يعني بالاصل يعني اطيب اكله بتعملها محمود اطيب اكله عشان هلا ندوقها من بين ايديك هلا انا اكثر شيء بشتغل بالكنايف النابلسيه المدلوقه المنارين لا واضح يعني اختصاصك حلو يعني دائما أيوة. كنت عم بتسلط الضوء على الحلو وانا عرفت انه أيوة. حلو هلا انا من ايام الشام كنت اشتغل بالحلويات يعني وانا فت بهالمجال هون وفت لاخذ هي الشهاده انا قلت لك لاقوي حالي مع الاتراك يعني انا في اي محل فوته تركي ما بيستقبلني انه انا ما بعرف شغله بالاساس لو فت لعنده انا عياره غير عياري شغله غير شغلي هيك بقى فت بهالمجال والله يجزيهم خير منظمه امرا يعني فادونا بهذا الشيء طيب وشو الطبخه او الطبق الحلو اللي اكتسبته من هاي الدوره وحسيت انه لا بدك يعني تعتمد تعمل هذا النوع هلا كطبخ البيتزا الايطاليه علمتنا شيف سيلين البيتزا الايطاليه وفي الكيك اسمه اني كيك هذا بالبيت بصير كثير طيب مع انه بسيط بصير من الجزر والليمون وال هذا يمكن اطيب نوع لانه على يعني مثل ما قلت صحي. هو بسيط وصحي وما في كريمه وشوكولا وكذا كثير بسيط فعلا هو جدا. اسمه كيك الام أيوة. خلينا نترجمها للعربي أيوة. كيك الام عنا كيك شكرا كثير لك بتمنى لك التوفيق محمود الحموي الله يعطيك العافيه خلينا نقول الشيف كونه هلا صار في اختصاصات معينه بتمنى بس انا من منظمه امرا معليش تفضل اكيد انه هن وعدوهم للشباب انه يفتحوا مشروع
انه هذا المشروع اللي عملنا فيه انه تكلفوا هنا على اساس يفتحوا المشروع ويقدمونهم، يعني اخذوا الشهادات ويشغلون ان شاء الله. ان شاء الله تكون انه يسرعون بهذا الشيء او تصير التتمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انبسطنا كثير بوجودك محمود. شكرا لكم. شكرا لكم. نهارك سعيد. كل التوفيق.